مع حلول الربيع شهدت رينج روفر سبورت ار اس القادمة وهي تتألق في دهان جديد مموة. هذا الدهان الجديد للسيارة سيكون موجود على طبعة لاند روفر سبورت القادمة والتي ستكون مزودة بمحرك جاكور ولاند روفر 542 حصانا سوبر تشارج 8 سلندر وهو نفس المحرك المستخدم على سيارات جاكور القادمة. وقد يأتي النموذج الجديد مع زيادة 40 حصانا بالنسبة لموديلات سوبر تشارج وأوتوبيوغرافي مما يجعلها تنطلق من 0 إلى 60 خلال 5 ثواني. ومن الخارج رينج روفر سبورت ار اس الجديدة ستأتي أقواس إطارات ممددة تأوي غطاء للعجلات أكبر من المطاط، المصد الأمامي معدل كذلك من الداخل ومداخل الهواء الكبيرة، بينما المصد الخلفي جديد مع أنانيب عادمة مزدوجة. كما من المتوقع أن تشمل التحديثات الجديدة نظام التعليق وهيكل السيارة وربما كذلك نظام الفرامل.